انا ما لقيت واحد، بس اخوي الصغير يروح يجيب لي الشهاده خرب حظي. هاي شهاده جبتها بالتليفون بس التليفون طفى شحن. ابن المطي روح شحنه وتعال بسرعه قل لي ايش قيد. اوقف خلنا نخليها على الشحن. خرب القوات 98. اليوم اوزع تكليت، اليوم اذبح البقره واوزعها على الدربونه. لا ولك اوقف، الموبايل صار ب 98 شحن. هاي شاحنه والله سريعه. والله اليوم الا العلود يا مطي من المطي. الحقي لي يمه، طلعت الشهاده طلعت معدل 98. ذيك الخره وانشب، هذا من خالتك طلع معدل 104 احسن من عندك. يمه اريد اتزوج، لازم هسه تترحي شوفي لي مره. جيره بقصتك بس مره واحده، هذا من خالتك راد يتزوج وما جابت له ثلاث نسوان. يمه طلعت الفيزا مالتي وراح اسافر لامريكا. ذيك الخره وانشب، امريكا صارت قديمه، من خالتك راح اسافر للمريخ. من نطق صوره صاحبك الغبي عليه وتعال خلنا نطق لك صوره. اوقف هنا اي اوقف هنا عليه ودنا شويه، لا بعد شويه ولك مو هيك غبي، ارجع لي ورا. اوه هاش مره مطي زين، هسه تعدل في راسك على اليمنى ولك مطه هاي يسرى على اليمنى. اي هسه ثبت روحك اضحك ومرض المرضك تزد حلقك. من يخلص النت بالبيت ولك علاوي قوم خل نغنى انا وياك يا بط يا بط اسبح بالشر. او خلص النت وكل شيء ما استفادينا من عده، نفس هذا ابو الانتخابات احنا نفوز وكل شيء ما نستفاد من عده، كون يزيح ونستريح من عده. زين علاوي تعال امشي، خل نخلي ابوي يطلق امه. شو تقول؟ استلم انه بيريد يطلق امه من ابوي، خلنا نروح نفعل اشتراك لكن نروح مستشفى المجانين.